هلا والله حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير، وياكم ابو الصوف وعبد السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. مشتاقين ترى، والله مشتاقين. بابا ليش تقطع عن القناة؟ يعني مو تعرف ظروفي، مو تعرف وبيت ترى متابعين. ايه طبعا انتظروا فلوق بيتي الجديد، ومثل يعني مسؤولية جولة في بيتي وفي غرفة. بعد عبد الله بيوتي. بعد لا شافوالي اتاكاليها. اقول لك لازم نتطور ونواكب المستقبل واللي يعني هي الجو الذكاء الاصطناعي. اكيد اليوم ردت فعلي على شعر، تمام، على شاعر وليس شعر. يعني انا بخاطر ان اشوف جو الشعراء واشوف يعني تفاصيلهم. ايش قد نسبتك تحب الشعر؟ انا قلت لك ايش قد؟ 9 من 10. هو 9، انا بمقطع ايش قد قلت؟ 4. فانا انت ما طول 9 لازم اشوفك الشعر، ممكن تزيد نسبتك له، تمام لو لا؟ قبل ما نبدا المقطع لازم تخلوا اللايك على مود ارجع بحماسي. اي تمام؟ الولد محتاج حماس، محتاج 60,000 لايك على هذا الفيديو. والله انه بس اذا وصلت 60,000 راح نسافر الكوريا ونصور يا فرقة بي تي اس. ابي العقل بكوري. اولا نشوف الشاعر هو شنو. يعني من تكتب شاعر، الشاعر عند اهل العربية من يتكلم بالشعر اي كلام الموزون، يعني موزون وبيثقل وزن وقافية وعند المنطقيين من يتكلم بالقياس الشعري. يعني من امثلة هذول الشاعر محمود درويش عنده مثلا هذا الشعر: وذا التقينا والعيون روامض، صمت اللسان وطرفها يتكلم، يشكو فافهم ما تقول بطرفها، ورد طرفي مثل ذلك فتفهموا. يعني يرمش وهي ترمش ويفتهمون يفتهمون مع بعض. عندها تشوفون هاي مثال من هو قريتها قد ما صعب صعب. دا يقول لك كلام موزون وانا كلامنا بس دوامنا ورق. تمام. فهسه راح نشوف شاعر علي الجنوبي، نشوف هذا شنو شعره، نشوف شنو تفاصيله. بالبدايه يعني نظره اوليه، كطابع اولي شنو. وانا ولا علي الجنوبي يا ابو الابيض نسيتك، بالعكس مشتاق. كل ذي تشرس هسه هنا. أنا شنو رايك؟ او هسه راي 1 من 10. لا تحكم على الشخص، من لا تحكم على الكتاب. لا مهم، مو مال بسبب الموسيقى. الموسيقى عادي، ما رساله او ما ادري وزرسي شنو الموسيقى. عادي مو لازم يوصل اهاجيس للمتلقي، فهو خير. كان الموسيقى ما انا راح اغندس على الموسيقى، راح اسمع الشعر. تمام. سايل وانتهت بفلاك. ومن شفت النشر على الحاله قلب باق لواحد غير يدك روح. مو قلت وزن وقافيه ومنطقيين، بس يجوز هذا يحكي عن شيء. شنو شفت الحاله لو واحد غير يدك؟ يعني هسه انت وشفت مثلا نقول محبوبتك ناشره حاله، تمام؟ شبيها؟ ما ادش نفسك؟ لا مثلا كاتبه و ارتبطت. لا لا وحده مكرش عليها ارتبطت. لا 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 شنو؟ وعمل تتم به الصالحات. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ايه الحمد لله بنعمته الصالحات. يعني تزوجت؟ تزوجت؟ ايه. ما ادتش روحك؟ لا لعد لا تلومه. ادتش لو لا؟ عمي عوف هو وين وزن القافيه؟ شنو اذا شفت حاله ما ادتش؟ اقول لك هو من يشوف هيجي يهتم للوزن القافيه. صدق رد. اوف هسه انت انخطبتي تزوجت المصيبه انا. بس انا وصورك ما حد قابل صورها وقاعد. ايه بس هي المصيبه عادة اخذت تتزوج. بس انا شي صبرني. انا شي تزوج انت. ما اقدر، انا احبنها يما. انا احبنها. كل هذا وعلي فوقها زعلانه وتقول لهم خلي انسانه. كل شي توقعت لك مو تعوفيني من لبستك حلقه وما ذكرتيني. كارثه. لا مصطفى، لا مصطفى، هاي مصيبه لا تذكرك. يعني انت تريد مني هو يلبسها الحلقه تتذكرك؟ هاي مصيبه. هاي يا من لبست الحلقه غير حتى تنساك. والله ما ادري. يعني انت زين سؤال، هو شلون لا يعرف هالتفاصيل انه ما تذكرتنا؟ جزء ذكرته صدق. ها؟ هو لا شلون يعرف؟ هسه هم خطبوا، هم بالغرفه، يعني بالصاله نقول داي يخطبون، وش مدري؟ ومن باسك ما تذكرتيني؟ ومن ما تذكرتيني؟ بس ممكن هذا يعني بدايه، نقدر نقول بدايه. ها؟ نقدر. يلا نكمل. من كبضك من ايدك شل فقس عيني وانا شو انت تضحكي له. لا من طلعوا سوا وزفوهم قبالا. هلا اهل وانا واقف ما حد بحاله. حق الله. هاي انا الحركه اهلي شايفين؟ والله ياكلون ولا هيك
واعد فاني بعيد ما حد بحالي سند من ابوكي قلت لك تعاليك ما حد بحالي رجعت لبيتنا وظلي تراوال وبوجهه الكذل الكشافه اوف وين وزير القافية؟ وين وزير القافية؟ بحالي هذا ما يواكب التطور لك بابا كن اخطأ ترى انت لا تقيس الجواهر قديم احنا دا نواكب دا نو... يعني سوى الحالة اما خفاف ذكاء اصطناعي مو مواكب فهو دا يواكب ترى المستقبل يعني هو الحالة شنو غرب المستقبل عمت السوشال ميديا خربت الناس خربت الدنيا شغل عمي شغل وصلت المرحلة وبحيدر اللي يوقف بصف يخاف يومية وهذا موجب عم هاي علوة أبو حيدر أبو حيدر شيني ما شون مسلسل هاي حيدر تعب وي تعب فرج شيني شيني جيب ملابس أخوك في كل البرامج يقولون استاذ أو مدري شنو مثلا مصطفى مقدم استاذ مقدم هو لا أبو حيدر شيني تسني لو نمشي ترى وراي شغل يا أخي صديق أوكي نكمل إلي للكشف يا عشق هو صعب انت عرفت شنو الكشاف؟ لا والله شوف دير بالك عود تريد تعبرها وتسوي سكيب لا اسئلك ما اعرف غير ما كشاف؟ كشاف هو؟ لا لا شنو؟ اصدمك؟ شنو؟ والله ما اعرف الكشاف السيد راح يكشف لي يريد يشوف ايش بيه اليوم انت لا سامح الله لزمك جني نقول لزمك جني وين اوديك؟ وين اوديك؟ للسيد يقرا عليه هو وين راح؟ راح للكشاف ما اعرف ايش بيه ما اعرف ايش بيه يعني روح للدكتور هو الكشاف ما اعرف ايش بيه روح للدكتور بعد اخوك مكمل من الرف شلون سويت وعفوك اويلي سلامتك تدرون ايش كفر تعبني حقك احس الشعر حلو الحج حقي انا مسود من الفراق وانشغل السنه مع نصواك اويلي اخذني الفجر ابو حيدر ابو حيدر الوضع يهمه اكشغلت اذا سووها والله يعني بلي مجال يطفون الموسيقى والصدى الصوت هواي صدى وراح والله صدى قوي من مشيت ويتو الكشاف ما دعبتين زين سؤال هسه احنا وصلنا انا منيت اشوف حبيبتي هاي للزوجة زين نقدر نقول هاي العلاقة مع الحب مالته أثرت عليه وممكن يعني سوى بنفسه شيء هي من حبيبته تعرفها حبيبته ما هسه نشوفها مو شعر أكيد ما تحب واحدة يعني مقدم خلينا نقدم ممكن هنا بالنص هو قالها دائما هي بالنص تصير سوالف يلا شوفوا ياك لا يغرك شمع بالباب يشتلك الفرغ روحه لك وبروحك قمت تعيش ما يقدر شمع بجفوفه يشعلك تواضعنا على مودك ردنا تكبر عود كون تريد تحسب شي ابن بحلك هسه رادك سلسله مرر علي مجال من ما قصده بس انه صادق بالمونتاج لا والله يعني سؤال هسه احنا لو قاعدين قدامك كان افتهم لا مستحيل والله الكلمات شي غيرها لازم جوجل ترانسليشن ممكن استلم كلمه كلمتين ماشيين كشافه ماشي زين انت سالتني انه هو عنده حبيبه هسه نشوف حبيبته منو تتوقع محظوظة بي هسه انت شايف ذا مثلا وحده ترتبط بيك وبس تمدح بيك وترسمك وهاي ترى الرسام والشاعر يعني نفس الشيء فن هذا يوصف مشاعرك الشاعر الرسام يوصف ملامحك ومصطفى اطلبك الفيا من ما تجيب لا تغلس وتفوت بغير دربونه الله ترى نشوفك احنا بعيوننا انا طبيت على التيك توك وقلت منو حبيبة الشاعر علي الجنوبي طبعا ما اعرف هو من يا منطقة من الجنوب انا من الجنوب فخلنا نشوف شنو هذا ايش ذا يصير فمنو حبيبته متحمس كنت شقد من عشرة 100 من 10 ما عنده اي علاقة بس قبل تقصد له هسه ما اعرف يعني دائما الجرن المدفع إيه؟ لا هسه يعني هي الفتره اللي تمر بيها سؤال مرتاح بدون موسيقى اي هسه بدون موسيقى طبيعي مو طبيعي سؤال عادي دافتهم حبيبي تدلل حب ايش قد تطول اخر مرحله تقريبا قبل 6 أشهر او 7 ارتبطت بعلاقه بشرط زين شعرك ما وافق بشرط لو بشعر لا تعال شنو بشرط زين شعره شنو بشرط وتفهم والله
يعني قال لك زين شارك و... وقف مصطفى. لا انا كل شيء سمعته. عمي قال بشارطه لا دا يقول له ايش قال له؟ قال لك يعني ولد يعني مرتبط بولد. اقول لك احنا لا يجوز احنا تفكيرنا وصلت. لا 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 يعني هذا الشعر كله على ولد؟ لا 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 شنو ولد تزوج ولد؟ لا لا ومن لبس الحلقه ما اتذكره؟ لا لا ما اعتقد يعني ما ترى احنا مرات الرز عمان احنا اي مره صدق رديت زين شعرك سكسوك وامورها انا هاي ما احبها. ها والله مو من حقه يعني من يطلب منه مصطفى. مو من حقه عمي قال مو من حقه. لا انا باع. ها اوكي. لا 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 مستحيل. لا لا اوقف اوقف هذا مو دبلج. هذا مو دبلج حقه. ايه لا مو كانت تجيني على شعري كانت تحب شعري لو تحبني. عمي جاي تقول جا هو يحب شعري يعني مو يعني هسه اقول لك هسه سؤال عمي انت تعرفون القواعد اللغه العربيه هو للذكر هي للانثى هم هن نحن سؤال يعني هسه انا ما انتن يعني اكيد ما اخذين بالابتدائي يعني هسه هو غلط لغويا لو هو اكو فيلم هيك شيء شلون دول الاجانب يقول انت بالترجمه لا انت وكسره لا لا ما يجي عليك انت ولد من يجي يحكي عربي يقول انت ما يروح معايا هذا البش اسمه باكستاني صديق ما في انت زين يحبك شايب منك يعني عمي يحبك عمي اوقف مصطفى لا 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 لا, لا, لا والله والله قال يحبك قال يحبك شني ما قال تحبك تاء فرق التاء عن الياء هواي تاء عمي تاء فوق النقاط فوق مشاكل لا انا ما علي انا ردت فعل انا من ترى يعني انا داسو ردت فعل يعني انا ما علي داسو ردت فعل لا انت 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 اللي طلبت ان تشوف حبيبته عمي صار له ساعه يقول شعر يدعي على السالفه يعني جوز باله فد شيء مثل باله لا لا مو ده يطلب مني هو ما له دخل الشعر باله فد شيء هو راده يزين هو ما له دخل الشعر ذاك انت مشكلتك هيش لو مشكلتك دا اشوف يعني على الاقل برا هو شلون دخل لي بهيك امور على الاقل سقطت نحسب علي قال علي الجنوبي لو ما خوفت من الله لعبدتك اوف خوفاً من الله لعبدتك عمي هاي حبيبة؟ هاي الولد هاي الولد يا أخوان أبي أستاذ أنه عنده يعني ولد يحبه يعني باوع وعلاقة شو مقافها علاقة؟ ما قالها صدق قالها علاقة أنا جيت بعلاقة ترى هاي قالوها للإمام علي يعني أكو فئة الإمام علي كتلها قالوا يعني لو ما خوفاً من الله لعبدنا علي فئة عشقيت خوش إنسان بس الإمام علي قد ما شافوا الأشياء اللي سواها المستحيلة قالوا هذا الشيء هسه أنت هسه أنت وإنتش مدري مصطفى إيه هم صدق يقول لك أنا وايد أنا بخسب حق والله العظيم يعني هسه هذا الشعر مالته ترى إحنا همج ما نفتهم والله ما نفتهم هذا شافه وعجب بشعره يعني هو لله يريد بس لي عاد أعرف ليش قال له زين شعره زين بشنو قصرت الأنثى هاي الملامح والله يخلق عم الأنثى ترى تريد تكون نفسها هسه يا بيا حال يا عم صدق الله يسر الإناث كلها تريد تكون نفسها لا والله من الأهل خلق يا ولد يصير صديق ولد والله الإناث ملتين بروح دخلت له قبل قال لي شو جزوي يعني قد عمره؟ عمره 18 سنة يا محمد يا محمد يا علي الكرام اصبر على السات بلغ لا عبر سن الرشيد يالله يا الله اللهم صل على محمد وين الشاعر علي الجنوبي انا احبنك انا احبنك ولولا خوفة من الله لعبدتك لا مستحيل بو اخوان اسوء طريق بس بقى الفرحة لوجه علي الجنوبي علي الجنوبي مشاعر تخربطت اسوء طريق ممكن تفوت به هذا الطريق يعني انت لو تفوت بطريق مال تقتل عالم عادي والله مصاص دماء والله العظيم شنو كذا الطرق مو عادية بس هاي صحة سوأهم بس هاي سوأهم ايه ترى عمي لعبالها تقتل لا لا تقتلون بس دا اقول لك هاي يعني دا تصنفها هاي الاسوأ ايه يعني بين قوسين عمي قوم لوطة رب العالمين سوى بيوم هو تدري شي يقول لك اذا تسوي هيك شنو الله يريد يطبق السماء على الارض والملائكة تمنعه لا العفو الله يمنع الملائكة ليش يقوم يعني انا هذا تعبت بيه وخلقته ممكن يتوب ويرجع يعني انت على الجنوب السماك اليوم ما تريد تنطبق وانت من وراك فاحنا يعني بعد اخوك يعني احنا شنو دخل انا مصطفى عندنا ما مجربين علاقه حب ويا بنيه انا بعدني ابحث عن شركه احلام وانت كل يوم ما تريد السد اما انا حارب بافكار اليوتيوب وانت من وراك بس خل نشوف ممكن اكون هاي جزء يحب اخويته
ما تؤمن بال بال ما على الفرحة لبوجهم والله ولا طبعا يا اخوان هسه احنا شفنا علاقة الحماية الجنوبي ممكن على الجنوب برر للجمهور اللي هو اني وبالصوف محبين الشعر الشعبي محبين الجنوب ممكن برر لنا ف انت والله يعني طبعا متحمس كلش اسمع التبرير اكثر من الشعر. ايوه اكو نقطة مهمة، انا من الجنوب واموت على الجنوب وهذا يمثل نفسه ما يمثل ابدا ابدا الجنوب ابدا، يعني هو بكل مكان لو لو بالكعبة عليك هجمة بين فترة وفترة خلاص تسك حتى روحك اكره المكان اللي انت بيه. انا ومصطفى ما نصفتنا الاماكن، لولا الاماكن لكنا نحن الان مدري وين الاوائل. يعني انتم اذا تدورون هيجي اما ترى اكو اشياء يعني تستحت عين عليها بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا احنا ما هسان اليوم اقارن نفسي بالموزين لو بالزين، احنا ليش دائما كل ما نسوي شيء ترى فلان يسوي هيك، انا شعري انا عليه بنفسي ايده يبرر ايده يبرر دا يقول يعني انا هيك بس اكو شيء اسوء. عم ادري اشوف الدنيا ايش داير. عم ادري واذا تدافعون تقولون عوائلنا العراقي، ترى انتم مو احرص مني على عوائلنا العراقيه، انتم تدخلوا على حسابات انا الشهيد الشمري لها ثقلها ومشاهدات تبقد الدنيا ودخلت عليها وانتقدتها بقضيه حسن نصر الله الشهيد البطل وقلت لها عيد ميلادك المفروض يتاجل احتراما. الله مش ما هو عادي يعني عنده علاقه حب بس ما يقبل شيء. بس هسه احنا علاوه نحكيك ان انت ليش هيك مسوي علاقه يا ولد عمره 18 سنه؟ قديم عمو مو قبل يوم. لا عمي جديد قبل يوم. ايش ذي برر؟ ايش ذي برر؟ عاد هسه انت قل لي ليش ما اعطيتني فلوس؟ اقول لك ما طلبك فلوس وين؟ عمي اقول لك شغله انت تدري المشاهدات ايش صاير بيها؟ والترندات فلوس عمي تروح شوف الانستغرام راح يعكسون السياسه مالته. ولهنا يا اخوان كنا احنا من محبين الشعر وراح نعتزل الشعر. انا كنت عبالي نفس قبل الادب الشاعر وهيك وين ترعرع وهاي اي تسبحك عن بعد فحيني يا دجله الخير يا ام البساتيني على الجنوب كله بالبساتين. بالبساتين شو تسوي علاوي؟ ترى هو محبي انا قبل ما انهي المقطع لا تنسوا تخلوا اللايك وتتابعونا على انستغرام عبد الله حسين وابو الصوف فيديو وصل مليون تمام؟ وصل هذا الفيديو الى 6000 ستين. بس تمام نجيب لكم شيء بعد اسبوع. ومثل ما قلت لكم كل شخص يمثل نفسه ما يمثل البيئه الجغرافيه اللي هو ساكن بيها. وباي باي، اتمنى عجبكم المقطع.